ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ طلبت الطلبات دي من جولي شيك من حوالي اسبوعين تقريبا او 10 ايام. تعتبر وصلت بسرعة، احيانا بتتأخر كتير لمدة 3 اسابيع لشهر، طبعا لو كان في اعياد او اجازات او مواسم يعني. وصلت سليمة، بس الحتة بس دي هي المقطوعة. هنفتح ونشوف الحاجات اللي جواها عاملة ازاي. طبعا قبل ما نطلب ونعمل الاوردر لازم ضروري جدا نقيس المقاسات بالمتر، نشوف الريفيو، واحيانا في الشوزات والحاجات دي بيكونوا كاتبين بتوع جولي شيك نفسهم انه مثلا خدوا المقاس ده اكبر بالاحمر كده، خدوا المقاس ده اكبر بنمرة، اكبر بنمرتين، او في الريفيو نفسه هيقول كده. ممكن نلاقي مثلا ريفيو واحد ما عجبهاش البضاعة وكل الريفيوهات التانية عجبتها البضاعة. هنفتح كده بقى ونشوف عندنا ايه. سليم، الكراتين اللي فوق دي كلها الشوزات. هنفتح حاجة حاجة ونشوف. دي غوايش كنت طلبها منهم. حلوين، لونهم حلو بس شوية خفاف اهم. دي فصوص ملزوقة فيه بس اللزق بيكون قوي يعني. حلوين قوي، عاملين منظر مع بعض. طبعا انا صورت، كملت تصوير في اليوم التاني عشان التصوير بتاع امبارح كانت الدنيا ضلمة شوية، دلوقتي انا مصورة بالشمس، نور الشمس. نكمل بقى نتفرج على الحاجات. ماسكارا دي رخيصة جدا وفي نفس الوقت الف الف وارجع عليها، حلوة صراحة، بتدي فوليوم بتدي طول. دي رموش عجبتني، لو تتحط بتدي منظر حلو، هي شوية طويلة بس مش مشكلة، حلوة. ده كريم بالأفوكادو، كنت فاكرة في الأول للعين بس هو طلع للجلد كله. العبوة كويسة، التقفيل بتاعه حلو قوي، الفينش بتاع العلبة كله حلو قوي. لما اجربه كده لونه عامل شوية زي كريم الاساس، بيج غامق شوية يعني، بين غامق وفاتح. ملمسه ظريف، بتحس انه بيدي انتعاش كده للجلد، ورخيص جدا بحوالي $1.50. لقيت الريفيو عليه عالي جدا يعني، الناس كلها مشكرة فيه. ده حامل موبايل للعربية، الحتة اللي ورا دي بتتلزق في الإزاز، وممكن نزود الطول او ننقصه. دي بتاعت الموبايل بأي حجم من الموبايل، بصوا تفتح وتقفل على حسب حجم الموبايل بتاعنا، والكواليتي بتاعها حلوة قوي. ده عصايتي السيلفي، بس كان نفسي اجيب واحدة تانية بيكون معها الريموت بتاعها بس استرخصت، لكن هي حلوة قوي. الماتيريال بتاعتها جميلة جدا وقوية جدا. في زيها اختها بس بيكون فيها ريموت، دي احسن يعني، لو حابين هاتوا بالريموت افضل. ليها 3 مستويات في الطول، هي طويلة حوالي متر وشوية، طويلة قوي. ودي بتيجي معاها نبدل، نشيل مكان الموبايل ونحط دي. زي حامل كاميرا،
جميلة عجبتني، وده بنحطها فيها من عند الايد زي هاندل كده، اهو ده التصوير بيها. هي ظريفة صراحة العصاية، ده تقريبا مش كل الطول. نكمل بقى الحاجة، ده بقى كريم كوري بيقولوا انه ببيض. العلبة شوية رخيصة تحسه، اسمه ليزي. لونه على موف فاتح قوي، تحس انه الكريم شوية تقيل فيه. تعالوا كده نجرب نشوف فعلا ببيض ولا لا. اهو هدهن بقى شوية، بس شوية مفروض انها شوية يعني، بس شوية شوية لوصت. هتشوفوا بقى الفرق دلوقتي عامل ازاي بعد ما اشربها الايد كويس قوي. بصوا فرق واضح جدا، فرق واضح جدا جدا. هوريها لكم دلوقتي وهوريها لكم بعد ما الفيديو يخلص. بصوا كأنه الجلد اتغير في لحظة. نحط عليها شوية مية، ده بعد ما دهنتها على طول. لا في لون بيطلع، لو تركزوا شوية هتلاقوا في لون بيطلع، لون الكريم يعني، كريم بلون تقريبا. بس لما المية تنشف وتدهنه تاني عادي بتتشربه تاني وبترجع اللون طبيعي تاني، برضو مش طبيعي او نفس اللون الفاتح ده برضو، الا بقى لو غسلناها خالص هيرجع لون الايد الطبيعي. شايفين عامل ازاي؟ بس بعد كده جبت فستان، المفروض انه فستان على الركبة لونه ابيض، كتان بس طلع خفيف، وطلع زي ما انتوا شايفين كده شبه البالطو بتاع الدكاترة. وجايب المفروض المقاس مظبوط بس طلع شوية ضيق، في فتحتين من على الجناب، بس ممكن نلاقي له حل يعني، ممكن هيشتغل. نيجي بقى للشوز، ده بقى ما طلعش نفس اللون اللي انا طالباه. انا كنت طالبه لون اوف وايت، جابولي اللون ده طبعا، عملت ريبورت قلت لهم انا مش عايزه اللون ده وعايزه ارجعه، ولسه مستنياهم لما يردوا عليا. سمعت انهم، مش سمعت، قريت انهم بيرجعوا $7 مع قيمه الفلوس. بس هو عموما ظريف مريح جدا كده، مش عايزه اللون ده، كنت عايزه الاوف وايت. الشوز التانيه دي الكعب جميل قوي، الجلد نفسه حلو جدا، ناعم طري. لونها حلو، تحس انها مريحة في المشي، مريحة طرية جدا. فعجبتني قوي يعني، من الحاجات اللي عجبتني قوي. جميلة قوي في اللبس، مريحة جدا في اللبس. بس دي الواحد يجيب بمقاس اكبر من مقاسه بدرجة واحدة. الشوز اللي بعدها
صندل لونه فضي، بس انا عارفة انا هجيب الفضي. شايفين كعبه الظريف قوي؟ عارفة انا هجيب فضي، والفضي عارفة انه هيتجرح بسرعة، يعني في شخطة هنا شوية، بس يعني ده الواحد يعني يلبسه ويحاول انه ما يتكحدش في حاجة خالص. هو ظريف. الشوز اللي بعدها زي بيج مصفر شوية، هي حلوة بس الفينش بتاعها مش حلو. الكعب بتاعها متهيألي لو مشينا في زلط في حصى في اي حاجة هيتجرح بسرعة. غير كده التقفيل بتاعه بتحس انه في حاجات طالعة نازلة كده، مطبات كده في الكعب. يعني لا، الفينش بتاعها معجبنيش قوي بالنسبة لسعرها، بس هي عموما لو اتشافت كده، لو اتعملت كويس كانت هتكون احسن من كده، لكن هو الموديل بتاعها حلو عجبني. بس انا حاسه انه جلدها مش هيعيش، يعني من نوع الجلد اللي اتكحت على طول. ودي كده هي في اللبس، يعني ظريفه بس عايزه يعني تعامل على الهوا. اخر شوز شيب شيب صندل، جبته طبعا من الريفيو بتاعه انه حلو ويجنن وجميل، وصراحة هو حلو. شايفين الكعب حلو قوي، حتى الجلد بتاعها حلو. بس في مشكلة، الحتة دي بتاعت الكعب دي بحس انه فيها طوبة بتضيقني في كعب رجلي. غير كده شايفين التقفيل بتاعه لزق، اللي هو يعني مش تقفيل حلو يعني قوي، بس هي عموما حلوة. يعني دي ما يتمشاش بيها خالص، دي رايحين عند ناس تروحوا تقعد، عشان الكعب نفسه بينغز على الكعب بتاعي. خلاص كده خلصت الفيديو، اخر الفيديو هحط بقى، المفروض انها نشفت، احط تاني مية عليها واشوف النظام. شايفين اللون اللي بيطلع عامل ازاي. غير كده انا مكوناته يعني اكيد ضارة، اكيد مكوناته مش كويسة. فده استعمله في الشتاء، لو هتجيبوه يعني استعمله في الشتاء عشان الواحد ما يعرقش. الله بقى لو الواحد عرق هيطين. بس كده، اهو دي كانت مشترياتي. لو عجبكم الفيديو لايك، وشكرا لمتابعتكم، وشكرا لدعمكم ليا. اهلا بكم.